السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. شدد دولة رئيس الوزراء عمران خان في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان توفير الغاز الرخيص والأمن والاستقرار على جميع الأقاليم بالوضع بعين الاعتبار المصالحة القومية وتحديات من الأجل التخفيف. استقبل دولة رئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد وفد برنامج التنمية للأمم المتحدة وأشاد بخدمات البرنامج فيما يخص بتنمية البشرية في باكستان، وقال بأن مصاعد الطبقة الضعيفة في المجتمع وإخراجها من الفقر من أوليات الحكومة إلى جانب استخدام مصادر الدولة من أجل خير وفلاح وتنمية الشعب. وقال بأن أهداف البرنامج وحكومة الحالية متشاركة، لهذا فإن الحكومة سوف توفر كل تعاون للبرنامج لتأمين الأهداف المشتركة. وسلم عالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي موسكو بدعوة من النزيرة الروسي سيراغي لافاروف، والسوف في اجتماع مجلس الوزراء خارجية منظمة شنغاي للتعاون هذا. وكان استقبال معالي وزير في موسكو سفير باكستان المعتبر لدى روسيا شفقت علي خان وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الروسية. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو وزارة الخارجية الدول المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء خارجية منظمة شنغاي للتعاون، ويشارك في الاجتماع ان باكستان معالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي بالإضافة إلى وزارة الخارجية جميع الدول اليد في المنظمة هذا. وقد رحب الرئيس الروسي باعتباره المضيف للاجتماع بجميع وزارة الخارجية الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع. عقد مؤتمر الفيلق العسكرية الباكستانية برئاسة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا في مقر قيادة الجيش في راولبندي، ودرس القيادة العسكرية الوضع الإقليمي والاستعداد العملي، وتم الإيجاز للقيادة العسكرية حول الوضع على الخطة الهندية والدور الباكستاني الإيجابي في عملية السلام في أفغانستان والوضع على الحدود الباكستانية الإيرانية من جهة والأفغانية من الجهة الثانية، بخاصة فيما يخص بما الإصلاحات الشائكة وعملية رد الفساد هذا. وقد أشاد رئيس أركان الجيش بدور عناصر الجيش في التعاون مع الإدارة المدنية من أجل المصاعد المتضررين من فيضانات وفي شهر محرم الحرام. أسقط الجيش الباكستاني طائرة تجسس هندية من طراز درون لدى دخولها الأجواء الباكستانية من خطة الهندية في قاطع شاكروت إلى مسافة 500 مترادف، استنادا إلى قسم العلاقات العامة في الجيش بأن هذه الطائرة 11 التي أسقطها القوات الباكستانية خلال العام الجاري. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.